يقول: هل تجوز الصلاة خلف رجل يكتب التمايم والجداول والشعوذة؟ لا، ما يجوز. اللي عنده شعوذة سحر ويكتب العزائم الشركية التي فيها دعاء الشياطين والجن، هذا مشرك، لا يجوز. أما اللي يكتب العزائم من القرآن أو من الأدعية الواردة فهذا محل خلاف، ولكن يصلى خلفه. وكونه يترك هذه العزائم وكتابتها أبرى لذمته، لأن فيها خلاف بين العلماء، حتى ولو كانت من القرآن ولو كانت من الأدعية الشرعية. كثير من العلماء لا يجيزون كتابتها وتعليقها على الأشخاص، يتجنب هذا. لكن الصلاة خلفه صحيحة، لأن المسألة خلافية. نعم.